اشوفك كثير. بدأت ولا لا؟ هلا نبلش. السلام عليكم يا جماعه. نتكلم على الميديان نيرف. الميديان نيرف زي ما انتم عارفين تكس اوجين فروم الميديال كورد واللاترال كورد اوف ايه بريكيال بليكس. الكورس بتاعه زي ما احنا اتفقنا بنعمل ستيشنز اول حاجه في الاكزيلا ارم البو فور ارم هاند وهكذا. في الاكزيلا قلنا دايما وابدا بيبقى ريليتد للارتري اسمه ايه ثيرد بارت اوف اكزيلاري ارت. تمام. في الحاله بتاع الميديا نيرف هيبقى ميديا ولا لاترال ليه؟ ميديا نيرف لنبدوه تو وود ميديا نوت ولاترال وود. والقاعده العامه بتاعتنا هو بيمشي مع وود حسب طلعنا من انهي كورد، بس هو طالع من مرحله منين؟ من تو كورد. تمام. لكن لو احنا فاكرين اللاترال كورد كان سي 5 6 7 والميديا كورد كان كام؟ 8 و تي 1 من اكبر اللي هو اللاترال كورد. عشان كده في الاول بيمشي فين؟ لاترال للثيرد بارت اوف ايه؟ اكسلر اوت. تمام. بعد كده بيدخل في الارم بيفتكر ان اسمه ميديان فلازم يروح ناحيه الميديال. تمام. فبيعمل كروسنج قدام البريكيال ارت. فهو الاول بيبقى لاترال وبعد كده كروسنج بيبقى انتيريو وبعد كده بقى ايه ميديان. عشان كده كاتبين كلمه لام لاترال انتيريو وميديان. تمام. في الالبو، في الالبو انا عندي فاكرين التو هيد بتوع بونيتو تيرس. بونيتو تيرس كان تو هيد، واحده من الميديال كوندايل وواحده من كونوت بوسس. فعنده تي هيد سوبرفيشال وديب، فهو باسس بتوين ذا تو هيدز اوف بونيتو تيرس ما بين السوبرفيشال والديب. الديب هيد دي سيبريتو عن ايه او بتفصله عن ايه؟ عن ارتري تحت اسمه الالنر ارتري. يبقى باسس بتوين تو هيدز اوف بونيتو تيرس والديب هيد سيبريت انت عن ايه؟ الالنر ارتري. تمام. بعد كده بيروح فين بعد كده؟ ايه اكبر تو ماسل موجودين في الفور ارم؟ الفرونت بتاع الفور ارم. ايه اكبر عضلتين موجودين عندي؟ دستورم سوفيشال ودستورم ايه؟ بوفاندس. باسس بتوين دستورم سوفيشال وبوفاندس ماشي ما بينهم الاثنين. تمام؟ زي السندوتش كده الاثنين بس ايه؟ ضاغطين عليه. حتى انت في المشرحه دي ارفع كده دستورم سوفيشال هتلاقي الميديا نيف ماشي من تحتها على طول على الاندر سيرفيس بتاعها. تمام؟ بس بالضغطه دي ما بين الاثنين ماسل انخنق فقبل الريست ب 2 انش كده طلع ايه يشم الهواء شويه ويبقى هنا كفرد باي سكين اونلي وبيسموه دينجرس سايد لان الطلعه بتاع يشم الهواء دي ممكن رقبته تضيع فيها. ازاي؟ عندك المنطقه دي اي نايف او اي حاجه انجي في المكان ده ممكن يقوم قاطع الميديا نيرف على طول. ليه؟ لانه كوتينيوس سوبرفيشال مش متغطي بحاجه خاصه غير السكن بس. يبقى الاول ماشي بتون تو ماسل عاملين له بروتكشن طول الفور ارم بس قبل الريست على طول بيطلع ايه؟ سوبرفيشال عشان يبقى ايه كفرد باي سكين اونلي وبيسموه هنا ايه دينجرس سايد. بعد كده هيدخل فين سوبرفيشال ولا ديب ريفلكس وتنيكلر؟ ها يبقى دي بيمشي فين في الكاربال تانل. تمام. يبقى الكورس بتاعنا اول حاجه باس لاترال ليه للثيرد بارت اوف اكزيلاري اوت وبعد كده عند الارم يعمل كورسنج لام كان ماشي لاترال بعد كده مشي فين؟ انتيريو بعد كده ميديا بعد كده في الالبو بتوين التو هيدز اوف بونيتو تيرو والديب هيب سيبريت ات فورم النر ارت. بعد كده في فور ارم باص بتوين فليكس ستورم سوفيشاليس وفليكس ستورم ايه؟ بوفاندس بس بيفور اللي ايه الريست 2 انش يحصل له ايه؟ يبقى سب كوتينيوس على طول يبقى على طول كفرد باي سكين اونلي وبعد كده يدخل فين؟ في الكاربال تانل. لو احنا بصينا هنا الصوره دي كده شايفين ده البريكيال ارتري ديفايدد انتو ايه ريديال والنر. ادي بونيتو تيرز ادي السوبرفيشال هيد وادي الايه الديب هيد وادي الميديان نيرف. يبقى الميديان نيرف باس بتوين تو هيدز والديب هيد سبريت ات فروم ايه النر ارت. عندنا هنا ادي الاكزيلاري ارتري وبعد كده بقى اسمه ايه بريكيال وانقسم هنا ليه النر وميديان. ادي الثامب باور يبقى الناحيه دي لاترال والناحيه دي ميديان. ادي الميديان نيرف هو له تو روت اهو. التو روتس دول
الاول باص لاترال، الاول باص لاترال هنا اهو، وبعد كده عمل ايه؟ وصل الفرونت سيرفيكال اوت، وبعد كده باص ايه؟ ميديال. يبقى انا عندي ايه؟ الاول باص لاترال انتيريور ميديال، تمام؟ وادي بليشن بتاعتنا اللي هي موجوده فين؟ في الهيب. اول حاجه عندنا ادي الاكسيلر اوتري، وادي البريكيال، ونقسم هنا الايه؟ لانر وريد، تمام؟ الثامب اهو يبقى كده لاترال وكده ايه؟ ميديا، تمام؟ ادي التوت، لانه لو فاكرين في المشروع شفتوا الميديا نيف توت اهو، اللي هو حرف الام، حرف الام كده ماسك كوتينيوس، وادي الميديا نيف وناحيه الميديا الانر نيف. فادي عندي اول حاجه مشي ناحيه اللاترال شويه، وبعد كده عمل ايه؟ كروس اهو، وبقى فين؟ ميديا. فبقى لام لاترال انتيريو ميديا، تمام؟ وبعد كده مشي على الميديال سايد، هنا عمل كروسنج لمين؟ ادي الديب هيد بتاع بونيتو تيريس، وديب ليها في مين؟ الانر ارض. طب ايه؟ طبعا هنا في الكابل تانل اهو بيديب للفليكس وتنكلم عشان يسبلاي الهاند. ايه البرانش بتاعته بقى؟ عندنا موتور وسنس. الموتور ايه المصل سبلاي بالميديال نيرف؟ في الفوق ارم، في الفانتو فوق ارم، كان هو او الانتيريو تاوسيس اللي بانش منه سبلاي ايه؟ اول ذا ماسل اوف انتيريو كومبارتمنت فوق ارم اكسبت فليكسور كارباي النابس وهاف ديستورم اوف فانتو ميديال هاف، تمام كده؟ نخش على الهاند، سبلاي ايه في الهاند؟ سبلاي الثينر ماسل والفيرست والسكند لمبيك. الثينر ماسل اللي اسميهم ايه؟ فليكسور بوليسيس بيفيس واوبوننس بوليسيس و ادكتور، تمام؟ طب نيجي للسنسوري بقى، وهو في الفوق ارم بيدي البالما وكوتينيوس عشان مين؟ البالما، قلنا البالما وكوتينيوس ده باص سوبرفيشال تو فليكسور وتنكلم، ان عندها ثلاثه ستراكشر سوبرفيشال فليكسور وتنكلم، ايه هما؟ 2 يو 3 بي، 3 بي اللي هما مين؟ 2 بالما وكوتينيوس والبالماريوس ايه؟ لون. فالبالما وكوتينيوس هو اللي راح البالما، تمام؟ وهو في الهاند هيسبلاي مين؟ الفينجر نفسها اللي هما الثلاثة 3 اند هاف فينجر ناحيه اللاترال سايد. وقلنا البالم سبلايد الكوتينيوس بتاعه سبلايد عن تو ستيبس. حد اللي اول عارف الفرق ما بين الموتور والسنسوري؟ ايه الفرق ما بين الموتور والسنسوري؟ مش ايه؟ مشبوك في المصل ماشي. اصل الموضوع ده كذا حد سألني عليه ببساطه كده. ببساطه كده لو اديت واحد على الكف كده على وشه، تمام؟ ده الاكشن، ده الموتور، ما يقول اي ده السنسور، تمام؟ احسن. انا سالت السؤال ده كتير قوي، تمام؟ فالموتور الاكشن نفسه، والسنسوري الاحساس بتاعك، احساس بالالم او التمبريتشر او ايا كان اللي السنسيشن بتاعك، تمام؟ يبقى احنا عندنا البال، عشان تفتكر النقطه دي، انت بتيجي تعمل بالبيتيشن لاي حاجه بالبالما اسبكت ولا بتوصل لما تيجي تشرح اي حاجه بتشرحها بالايه؟ بالبالما اسبكت. فالبال سبلايد عن تو ستيبس، للبالم الاول والفنجرز بعد كده، تمام؟ فبالتالي هو في الفوق ارم ده ايه؟ بالما وكوتينيوس للبالم، وهو نفسه دخل الكابل تانل عشان يسبلاي مين؟ الفنجرز، تمام؟ طب ميديا نيرف انجري، لو حصل لي نيرف انجري اول حاجه هنتكلم عن الالبو، حصل فراكشر في الالبو، حصل ستاب وون، ايا كان السبب اللي حصل في الايه عند الالبو، ايه اللي يحصل؟ عند الالبو يعني كل حاجه راح، ايه بقى اللي يحصل؟ اول حاجه عندك المصل قدامك اهي، شوف ايه اللي هيتاثر وقول. اول حاجه هيتاثر ايه؟ فليكشن للريست كله هيبقوا على دي. طب والفليكسو كاباي النابس موجوده وهاف ديستورم وفاندس موجودين، انما في موفمنت ما فيش حد غيره بيعمل، او ما في مصل بس هي صدات بالميديا نيرف. بونيشن عند بونيتو تيرز، بونيتو كوادريت صدات بالميديا نيرف، في مصل ثانيه بتعمل بونيشن، يبقى كوادياس انيشيت، يبقى لوس اوف بونيشن، بونيشن مش هتبقى موجوده لان مفيش غيرها. طيب بعد البونيشن نخش على الهاند. الهاند هو مينلي عشان الثمب، صح ولا لا؟ انت عندك الثمب حركات الثمب ادكشن وابدكشن، صح؟ وفليكشن واكستنشن.
نمسك اوبوزيشن طبعا، نمسك واحده واحده كده. الاتاكشن هيبقى اخبارها ايه؟ موجوده ولا مش هتبقى موجوده؟ موجوده ليه؟ عشان الاتاكتو بوليس سبلايد مين؟ بالانون. طب الابدكشن ابدكشن تتأثر ولا تتأثر؟ لوست ولا مش لوست؟ طب انا عندي كم واحدة ابدكتور؟ عندي بريفس بالميديا نير صح؟ والابدكتور بوليس لونجست بايه؟ بالميديا. نتبع الايه؟ البوستيريو كومبارتمنت تبع الديب كومبارتمنت صح؟ يبقى كده موضوع الايه؟ الابدكشن واحدة شغالة واحدة مش شغالة، فمش هيبقى لوست، يبقى موجود صح ولا لا؟ طب الاكستنشن لوست ولا هيبقى موجود؟ ها ليه؟ عشان عندي اتنين اكستنسو بوليس لونجس وبيفيس والاتنين سبلاي بالايه؟ بالميديا نير بيبقى شغالين برضه. طب الفليكشن ليه؟ انا عندي تو ماسل فليكسو، فليكسو بوليس لونجس وفليكسو بوليس بيفيس والاتنين بالميديا نير، يبقى فليكشن ايه؟ لوست. طب الاوبوزيشن ليه؟ هي واحده اسمها ايه؟ وبونس. فبالتالي مفيش غير يبقى ايه؟ البوزيشن هيبقى لوس. طيب قبل ما نخلص النقطه دي ونشوف السلايد، السنسيشن ايه اللي هيتاثر فيه؟ 3.5 ايوه ليه؟ انا قطعت عند الالبو، احنا بنتكلم عند الالبو دلوقتي. يبقى كل السنسيشن واحد سواء من ناحيه البالمر اسبيكت او الثري اند هاف فينجر، كله ايه؟ واحد، لان انا قطعت من فوق. تمام؟ يبقى لوس اوف بونيشن ان ابيلتي تو فليكس ذا ثامب، ان ابيلتي تو اوجست ذا ثامب، ولوس اوف ايه؟ سنسيشن. تمام؟ الديفورمتي بقى ايه المنظر اللي هيبقى شكل الهاند؟ طبعا عندنا الثينا ماسل هيحصل لها اتروفي، هتبقى ايه؟ فلات، لان بقى ضعيفه. تمام؟ والثامب هياخد وضع الماسل اقوى اللي هي ايه؟ الاكستنشن والادكشن. تمام؟ فبيسموها اب لايك هاند، لايك المانكي. ليه؟ حصل فلات للثينا ماسل والماسل اقوى اللي هي الادكشن والاكستنشن خدت البوزيشن بتاعها، فبقى ايه؟ الوضع بتاعنا كده. تمام؟ بيسموها ايه؟ اب لايك او مانكيز هاند. ليش ادكتد والادكتر لسه شغال؟ انا عندي اثنين ادكتور صح؟ واحده شغاله واحده مش شغاله. تمام؟ والادكتور الثانيه لا تو هيلز، تعتبر تو ماسل في بعضها. الدكتور بورسز احنا ما خدناش تفاصيل بتاعتها، طلع التوريتس زي البايسبس كده، فبالتالي اقوى شويه منها، فكان ايه؟ خدت بورسز بتاع الدكتور. دكتور لو عملنا فلاتش يعني عند الالبو كل السنسيشن ظهر وقتها، عند الريست كل السنسيشن. احنا بقى لسه هنخش على المحل بعدها. طيب المحل بعدها بقى عندي دي الويستنج بتاع المصل، فين المصل اتوفايت ازاي؟ مش موجوده خالص اتوفايت. كابل تانل سندروم بقى اللي هي ايه؟ حصل كومبريشن وهو في الكابل تانل. تمام؟ ايه اللي يحصل؟ هنرجع للسلايد دي نختار منها ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش من السلايد دي. يعني دلوقتي ده كان عند القلب، هنا عند الريست. ايه اللي بقى من دول يبقى موجود او مش موجود؟ سنسيشن كل شيء معاك. قبل السنسيشن خلينا الاول في الموتور. البونيشن موجوده او مش موجوده؟ موجوده، انها صدقت في الفوق اه وخلاص. خليت الصدق بتاعها. طب البونيشن ايه؟ موجود. طيب المشكله كلها هتبقى فين؟ في الهاند صح؟ يبقى اول حاجه الثامب هيبقى ايه؟ انيبل تو فليكس ذا ثامب ولا ويكنس تو فليكشن ولا ثامب؟ مين اللي هيبقى لوست في الاثنين دول؟ الفليكشن ولا اوبوزيشن؟ اوبوزيشن اكيد لوست لان هي اوبوننس واحده وفي الهاند، انما الفليكشن عندي فليكس بونس لونجست موجود. تمام؟ فبالتالي مين الموفمنت اللي هتبقى لوست؟ الاوبوزيشن بس. يبقى انا عندي في السايد دي كلها مين اللي انا اخترته من دول؟ الاوبوزيشن بس. ليه؟ هي مصر واحده في الهند ولا عندي لونجاس ولا عندي بيفس. نيجي للسنسيشن بقى، مين هيتاثر؟ كل شيء ما عدا البالمر اسبيكت اوف ذا تو ثيرد. هم حاجتين، هم بالم وفينجر، ما فيش يعني حاجات كتير. يبقى مين هيتاثر؟ البالم ولا فينجر؟ ليه؟ النقطه دي بس تتلخبط فيها. احنا قلنا هو في الفوق اه، ارجع للسايد دي كده، وهو في الفوق اه مدى مين؟ ادى البالم. وهو نفسه دخل الطانل ادى مين؟ فين؟ النظام اللي احنا قلناه، واحد دخل النفق والطريق قفل معاه مش عارف يوصل، واللي طلع من فوق النفق هو اللي وصل. مين اللي طلع فوق النفق؟ البالمر كوتينيوس.
ومين دخل جوه النفق؟ ميديال نيرف نفسه اللي رايح لفين؟ للفينجر. يبقى مين هيتاثر؟ الايه؟ لاترال 3 اند هاف فينجرز من ناحيه البالما ولا ناحيه الدورسال؟ بالما، لان ميديال نيرف له دعوه بالناحيه الدورسال خالص. دي حاجه بسيطه يعني. طبعا انا اكتب لك نمبرز. نمبرز طبعا اول حاجه درجات الكومبريشن، يعني لو في ضغط شويه في الاول بيبقى يحصل نمبرز يعني تنميل، وبعد كده لو الضغط زاد قوي والمده طالت ممكن يحصل ايه؟ باسيز، يعني ايه؟ يقل السنسيشن او لوست اوف سنسيشن. تمام. والديفورميتي طبعا اللي هي ايه؟ مونكي لايك هاند. عندنا تيست هنا اسمه فالنس تيست، اللي هو كده. فالنس تيست ده بيعملوه ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده، يعمل ايديه الاثنين قصاد بعض كده ويفضل كده في البوزيشن ده دقيقه دقيقتين. لو هو البيشنت حس بتنجرنج سنسيشن عن تنميل، ابتدى يحصل تنميل ونمبلنس، ويبتدى يحس ببين في مكان الميديان نيرف، يبقى كده عنده كاربال تانل سندروم. ليه البوزيشن ده كده؟ ليه كده لما يعمل كده عمل الموضوع ده؟ لان طبعا الفكره بتاع الكاربال تانل سندروم ايه؟ ان هو الميديان نيرف ماشي ويذن ذا مصل، بتوين مصل، حصل ساينوفايتس او حصل انفلاميشن او حصل ايا كان الكوز، عمل اديما في المكان ده. الاديما دي عملت لي كومبريشن على مين؟ على النيرف ده. فانت بالوضع ده ضيقت الكاربال تانل، ضغطت عليها، فبالتالي لو هي مستحمله فلويد مثلا سي 20 مللي مثلا، ضغطت اكتر. تاني حاجه بالبوزيشن ده برضك بتزود الجرافتي والاديما بتزيد اكتر. تمام. فانت بوزيشن ده زودت الاديما وضيقت المساحه بتاع الكاربال تانل، فزودت البريشر على الميديان نيرف، فابتدى يبان الايه؟ الاثر بتاع الكاربال تانل. تمام يا جماعه. يبقى الميديان نيرف ببساطه كده القصه بتاعته تمشي ازاي؟ اول حاجه القوس بتاعه، اول حاجه في الاكسيلا بيمشي ايه؟ لاترال تو ثيرد بارت اوف اكسيلا. بعد كده في الارم بيعمل كروسنج من لاترال للميديال، لام لاترال انتيريور ميديال. بعد كده في الفور ارم سو في الالبو بيمشي بتوين التو هيبس اوف بونيتو تيرز، والديب هيبس بيت ات عن ايه؟ على الانر اوت. بعد كده في الفور ارم باس بتوين ايه؟ فليكس والستورم سو في الشارس وفليكس والستورم بوفاندس. قبل الريست ب 2 انش يطلع سوبرفيشال. تمام. وبعد كده يقوم غاطس ثاني وداخل في الكاربال تانل. المصل سبلايد دي كل المصل بتاع الفانت اوف ذا فور ارم اكسبت الالنابس والهاف اوف ذا ستورم، والفايف مصل فين؟ في الهاند. تمام. فيرست وسكند امبلكانس والثلاثه تينا مصل. بالنسبه للسنسوري وهو في الفور ارم بيدي مين؟ البالم. ولما اللي هو اللاترال تو ثيرد اوف ذا بالم، ولما يدخل جوه الكابل تانل عشان يوصل لليمين لاترال 3 اند هاف فينجرز. نيرف انجري لو حصل لي عند الريست بيحصل لوس اوف ايه؟ برونيشن ولوس اوف فليكشن او ذا ثامب ولوس اوف ايه؟ اوبوزيشن. والسنسيشن هتاثر البال والفينجر كله. والديفورميتي اب لايك هاند. لو حصل لي حاجه اسمها كابل تانل سندروم، يعني الكومبريشن حصل لي فين؟ في الكابل تانل. مين اللي هيتاثر؟ اكتر حاجه هتاثر اللي هي ليه؟ اوبوزيشن. والسنسيشن لوست في البالم ولا فينجر؟ الفينجر، لان البالم خلاص سبلاي. النيرف اللي بعد كده اسمه ماسك كوتانيوس نيرف. ليش ما بيصير في بارشل كلو هاند مع انه النمبر كيلز هذول هم عشان الانتر بصي احنا قلنا الكلو هاند في حصل مشكله في الانتر بصي واللمبكز مع بعض لازم مع بعض. احنا حتى قلنا الاكشن بتاع ويتنج بوزيشن بوف مش واحده لوحدها. طبعا الكورس هو بسيط خالص، بيطلع من اللاترال كورت وينتهي از برانش اسمه لاترال كوتانيوس نيرف وصفوها. ايه البرانش بتاعته بقى؟ موتو وسنس. موتو اللي هو مين؟ الثري ماسل بتوع الارم، فاكرينهم؟ اللي هي البايسبس والكراكو براكيالس والبراكيالس طبعا بياخد جزء منها، والميديال نيرف برضه بياخد جزء. طب والسنسوري هو اسمه ماسكولو كوتانيوس، فبيدي كوتانيوس ليه؟ لاترال كوتانيوس نيرف وذا فور ارم، يعني بيصلي لاترال برضه وذا فور ارم. تمام؟ طيب شايفين اهو ادي حرف الام، ادي ماسك كوتانيوس اهو بيخترق المسلز وصلي ام. ايه بقى السنسوري والسبلاي بتاع الارم والفور ارم؟ نراجعوا مع بعض كده. الميديال اسبكت بتاع الارم والفور ارم سبلايد بايه؟ ميديال. لسه مخلصين الميديال نيرف دلوقتي، لقيت ان في حاجه قلنا عليها الارم والفور ارم. طب قول نيرف قديم شويه يعني بتاع مبايم على حاجه. الميديال كورد بتاع بيكاب ليكسوس كان فيها تو نيرف، ميديال كوتانيوس نيرف وذا ارم، وميديال كوتانيوس نيرف وذا فور ارم. يبقى الناحيه الميديال تو كوتانيوس او واحد ميديال كوتانيوس وذا ارم، وميديال كوتانيوس لمين؟ فور ارم. تمام. ده الناحيه الميديال. طب والبوستيريور مين الوكيل الحصري للبوستيريور؟
راديال، كان عندي اثنين بوستيريور كوتينيوس، واحد للقام واحد للفوق قام. يبقى انا عندي كده الميديال والبوستيريور زي بعض اهو، اثنين، واحد ميديال للقام والفوق قام، واحد بوستيريور للقام والفوق قام. بس طبعا الميديال جايين منين؟ من الميديال كود وبيكابلكس. والبوستيريور جايين منين؟ من الميديال نيرف. تمام. طيب اللاتورال كوتينيوس نيرف وذا فوق قام جاي منين؟ اللاتورال كوتينيوس نيرف وذا فوق قام لسه قايلين دلوقتي اللي هو ايه؟ المسكولو كوتينيوس. تمام. تبقى لي واحد صغير كده اسمه لاتورال كوتينيوس او اللي هو لاتورال كوتينيوس وذا قام، كان جاي منين؟ من ميديا. تمام. نقول تاني، يبقى الناحيه الميديا دي كلها قام وفوق قام جايه منين؟ من الميديال كود اوف بريكابلكس. اوعى تقول لي انر نيرف. تمام. ميديال كود اوف ايه؟ بريكابلكس. والبوستيريو جاي منين؟ من ميديا. قام وفوق قام نفس الاسم بس هتغير ميديا وبوستيريو. تمام. رقم ثلاثة، اللاتورال كوتينيوس وذا فوق قام بمين؟ بالمسكولو كوتينيوس نيرف. يبقى لنا واحد بس اللي هو لاترال وذا قام اللي هو مين؟ ميديال نيرف. بعد كده طبعا لونج ثراسك نيرف انجري ده حصل لي بس في السيرفس انتين. تمام. وبيحصل حاجه اسمها ايه؟ وينجينج وسكاب. ودائما وابدا قلنا الموست كومن كوز للانجري اللونج ثراسك نيرف عمليات الايه؟ كانسر بريست، بتعمل ماستكتومي او موفال اوف ذا بريست، فممكن يحصل كاتنج للنيرف ديورنج اوبريشن. طب ايه الموفمنت اللي ممكن ما تحصلش؟ ما يعرفش العين يعملها او البيشنت يعملها. يعني ايه؟ ما انت هتقول العين يعمل روتيشن سكاب. هتقول له ايه؟ ريزنج ذا فور ارم ابوف ذا هيد. تمام؟ وفي بروبلم موجوده كتير اقول لك ايه؟ كانوت ايبل تو يعني جيت ثينج فروم ذا كابورد. يعني كلها بره حاجه، مش عارف يرفع دراعه فوق يجيب حاجه من ايه؟ من الكابورد فوق. تمام؟ فبالتالي يبقى انت فجر كابورد، يبقى اكيد ايه؟ مش عارف يعمل الفيجن ذا ارم ابوف 90، يبقى ايه؟ سيرفيتاس او ترابيزيوس. وبالتالي ايه؟ تمشي في سكه الايه؟ اللونج ثراسك او ليه السيرفيتاس انتيبانل ترابيزيوس سبلايد بالايه؟ سباينال اكسسوري، صعب يحصل له انجري او مش موجود معانا. بس الوينج انج هاي بتصير لما اذا انقطع السيرفيتاس واللونج ثراسك ولا الاثنين مع بعض ولا كل واحد لحاله. هي مرحله اللونج ثراسك انقطع فالسيرفيتاس ما اشتغلتش، حصل لها بارز. تمام. ممكن السيرفيتاس نفسه اللي في قطع او شيء. يعني احنا غالبا النيرف انجري هو اللي بيعمل البارز في المصر، الشلل في العضله وبيحصل نتيجه لقطع النيرف، مشكله في النيرف سيستم بتاعه. تمام. المصل عشان ما اشتغلش خدت مثلا لقط وند بتاع حاجه كده مزعت المصل كلها. تمام. ده مش كومن. بس انا عندي كده عندي برضك ويكنس، يبقى انيبل ده قطع مش عارف. تمام. مش زي ايه ما يبقى عندنا الاثنين شغالين. بريكابلكسس انجن عندنا بريكابلكسس عندها تو تايب اوف انجن، ابر ترانك ولور ترانك. ابر ترانك كان سي 5 و 6 وكانوا بيسموه اف دوشين بولس. ده بيحصل دورنج ليبر، يعني ايا كان الاسباب سواء كتب لكم عليها ميت اونلي مش شرط تحفظ التفاصيل. يعني ممكن يحصل تراكشن، هو بيعمل تراكشن على الهيد دورنج ليبر فبيعمل تراكشن زياده على شويه على النك، فممكن يحصل ايه؟ تراكشن على الكورب. النيرف الانجن ايه؟ افتكر البرانس بتاع الابر ترانك كده كان عنده تو برانس اللي هو مين؟ السوبر سكابولر ونيرف السبكليبس. صح؟ طبعا السبكليبس دي مصر صغيره سيبها من الحسبان. وبعد كده عندنا الاكزيلاري نيرف، الاكزيلاري نيرف كان سي 5 و 6 ومسكو تانياس كان سي 5 و 6 و 7، فدول الايه؟ النيرفز اللي هي ايه؟ الافكت. السوبر سكابولر والاكزيلاري، خلينا السوبر سكابولر سبلاي ايه السوبر سكابولر؟ السوبر سباينيتس تعمل ايه السوبر سباينيتس؟ انشيت الابدكشن. طب والانفا سباينيتس تعمل ايه؟ لاترال روتيشن. طب والاكزيلاري بيسبلاي مين؟ الدكتور اللي بتعمل ايه؟ ابدكشن. والتيبس ماينر اللي بتعمل ايه؟ لاترال روتيشن. يبقى كده اللاترال روتيشن والابدكشن مش موجودين، يبقى هيحصل ايه بقى؟ الارم يبقى شكلها ايه؟ ميديا روتيتد وابدكت. المسك كوتينيوس بيسبلاي المسل اللي بتعمل ايه؟ فليكشن. يبقى البوزيشن هيبقى ايه؟ اكستنشن. يبقى البوزيشن اهو الابر لينف ابدكتد ميديا روتيتد والفوق ارم بونيتد، بونيت لانه ميديا روتيشن برضه. والالبو اكستند ولا فليكسد؟ اكستند. بيسموها بوليس مان تيب بوليس. اهو شايفين البيبي اهو؟ ادي الارم بتاع ميديا روتيتد اهو، وادي الالبو اكستند اهو، وايه؟ ميديا روتيتد وبونيت. تمام؟ ده الايه؟ ابر ترانك بوليس. تمام؟ يبقى انا محتاج اعرف عنه ايه؟ الفور نيرفز دول الانكلودد في الابر ترانك اللي هو اثنين انا عارفهم قبل كده. اللي هو السوبر سكابولا والسبك ليبرز، عارفهم المره اللي فاتت. ازود عليهم ايه؟ المسكوتينيوس والاكسيلر. تمام.
والبوزيشن بتاعتي ادكشن وميديا روتيشن تمام وبونيشن يعني ميديا روتيشن وظفوق ام برضك ده الايه الاكشن بتاعي او البوزيشن بتاعي اللي هو الترنك اللي هو سي 8 وتي 1 بيسموه كليمبكس بولسي ده بيحصل باراليسيس في السمول ماسل اوف ذا هاند ايه السمول ماسل اوف ذا هاند اللي هم الليمبكس والانتروس طب الليمبكس والانتروس اللي كان بيعملوا رايتنج بوزيشن صح لو فليكشن للميتاكارب فالانجيال واكستنشن للايه للانتر فالانجيال اعكسوا هيبقى ايه اكستنشن للميتاكارب فالانجيال وفليكشن للايه للانتر فالانجيال بيسموا الوضع ده ايه كومبليت كلاو هاند اللي هي اليد المخلبيه كان عندي بارشا كلاو هاند اللي فين في القلنة عشان كان ايه كان الافكتد الرينج والايه الليفتد انما عندي في مرحله كومبليت ايه كلاو هاند يبقى انا عندي تو ترانك انجن الابر ترانك بيحصل البوزيشن ده اللي هو ميديا روتيشن وادكشن واكستنشن واللور ترانك اللي هو سي 8 وتي 1 اللي هو الايه كومبليت كلاو هاند سهلين الاثنين بعيد عن بعض خالص ابر ترانك اللي هو الابدوشين اللي هو البوزيشن ده بورسمان تيب بورسي واللور ترانك اللي هو الايه كليمبكس بورسي اللي هو كومبليت كلاو هاند لان انا عندي 5 و6 اللي هو ال 5 و6 فيه اليمنت من الميديال نيرف فبيأثر شويه طيب لما جينا بروبلم نحلها ازاي دي بروبلم اهي دي اكزامبل انا يهمني اعلمك ازاي تحل بروبلم تمام دي بروبلم انا كاتبها على السريع وبروبلم ثانيه انا ايه نقلها وعملها موديفيكيشن شويه اول حاجه انا هعمل لك باللون الاحمر من تحت نفس البروبلم البروبلم هيجي فيها سيناريو طويل هقول لك فيميل بيشنت 57 ايرز اولد مش عارف ايه خبطها العربيه ايا كان الكلام ده كله ما يهمنيش التفاصيل دي على الليفل بتاعها على الليفل بتاع سنه اولى بعد كده كل كلمه لها معنى فيميل غير ميل سن معين بيبقى ديزيز معين فاهمين ازاي لكن بكام على الليفل اللي احنا فيه ده مش هتفهم معانا انا عايز ادور على ثلاث حاجات ايه هما السايت اوف انجن والموتور تشينج والسنسور تشينج دول الثلاث حاجات اتعلم عليهم بايه بالقلم كده واعلمهم الاول بعد كده اشوف ايه اللي حصل اول حاجه السايت اوف انجن اللي هو فين ميديال بيكوندايل وعارفين الانر نيرف باسترين بيهايند الميديال بيكوندايل يبقى موست كومنلي انر نيرف رقم 2 الموتور تشينج اصل لي ميديال ديفيشن اوف ذا فور ارم يعني ايه ميديال ديفيشن يعني البومن دي موجودة على الإليونيك حطيتها في الفايل الجديد من حامل الفايل الجديد موجودة أعتقد فيها يعني موجودة يعني حصل فليكسور كاباي النيرس حصل فيها بولس يبقى حصل إيه؟ ميديال ديفيشن تالت حاجة السنسيشن إيه اللي حصل لوست أوف سنسيشن منين؟ من الميديال ثيرد وميديال 1 أند هاف فينج تمام؟ ما قالش دوسر ولا بالمر ليه؟ تفرق معايا؟ ليه؟ لأن الإنجري فين؟ عند الإلبو فوق لو احنا غيرنا البروبلم قلنا الانجن عند الريست او بمعنى صح في الانر تانل الوضع يختلف لما عندي الانجن فين فوق خالص طب هو لازم يقول لي ريديال ديفيشن ما ممكن يقول لي انيبل تو ادكت وادكت فينجرز يعني مش شرط يجيب كل حاجه في الموتور ويجيب اكزامبل واحد بس يقول لك انيبل تو ادكت ذا ثامب مثلا فمش شرط يجيب ايه كل حاجه او يجيب ريديال ديفيشن يجيب اي حاجه يختارها حسب الايه المهم انديكيت ان الانر نيرف ايه حصل له انجن ممكن يجي الثلاث حاجات دول ممكن تيجي حاجتين بس او ممكن تيجي حاجه واحده بس تبقى ايه شو 100% انا على ايه الانر نير مثلا او الريديال او الميديان او تيفر يعني دي ايه شو 100% تمام طبعا ده الليفل العادي نقول لك وات از ذا انجرد نير في الليفل الوحش بقى اللي فوق نقول لك ايه ويش ذا فالونج ماسل سبلايد باي ذا انجرد نير يعني انت الاول هتحل الانجرد نير بايه وبناء على ايه تعرف ايه اللي هو التو ستيبس دول انا ما بحبش اجيبه كتير يعني بس هيجي منه بس ايه يعني كام سؤال كده عشان نعمل ديفرنسيشن بين الناس لكن ايه مش ده الديفولت بتاعنا الديفولت اللي هو الدايركت بتاعته تمام السؤال الدايركت يعني مباشر لكن احنا اللي هو التو ستيبس لا حاجات كتير ممكن اقول لك ايه المصل سالفه كده سؤال كده البايسبتال جروف مش فاكر يعني الجروف بالظبط فيه يعني قال لك الكود بتاع النيرف السبلاي المصل اللي في الكذا كود مثلا كده يعني شايفين كام ستيب ببعض يعني طيب البروبلم دي البروبلم دي منقوله من الكتاب انا بس عشان الناس اللي هتدور على النت على بروبلم ما تتعبش نفسها ليه هتلاقيها كومبليكيتد قوي وصعب انا مزود حاجات عليها عشان تبقى واضحه يعني انا مزود كلمه ميد شافت هنا
ومزود السنسيشن مش موجوده في البروبلم من فوق. ودي يمكن ايه بروبلم سيمبل يعني. تقراها كده. طبعا انا مزود كلمه ميد شافت وكان كاتب فراكشر غير مصر خلاص. والسنسيشن كاتب بورشن اوف ذا ليفت هاند. انا زودت تحت وهقول لكم ايه القصه بالظبط. انا عندي اول حاجه ميد شافت. ميد شافت وذا هيومس يعني ايه؟ سبايرال جروف يعني موست كومنلي ريديانل. بعد كده انيبل تو اوبن هيز ليفت هاند يعني عامله كده مش عارف يفتحها ليه؟ مش عارف يعمل اكستنشن. مش عارف يعمل اكستنشن تمام؟ رقم ثلاثه لوس اوف سنسيشن فين؟ اللطه التوتيت وذا دوسر اوف ليفت هاند تمام؟ هو تيبيكالي اللوس اوف سنسيشن في ميديان نيرف ساينتفك يعني ما يبقاش كده اللطه التوتيت بالظبط يعني لان في حاجه اسمها ديماتوم اوفرلاب تمام؟ بس انا حبيت اكتب لكم الجمله دي عشان ايه؟ بس عشان تكون فاهم معاكم يعني. لكن اصلا ما اقدرش اكتبها في الامتحان يعني تمام؟ لانها ايه؟ مش ساينتفك مش صح 100% تمام؟ في حاجه اسمها ديماتوم اوفرلاب فايه؟ ما تحبش تكتب الجمله دي تمام؟ يبقى انا دلوقتي عرفت منين؟ اول حاجه بصيت على السايت اوف انجن بيديني انديكيشن انا رايح فين؟ رقم اتنين ابص على الموتور او السنسر. هنا الموتور واضح مفيش اكستنشن. ممكن الموتور ده حاجات كتير قوي اقول لك لوس اوف اوبوزيشن اوف ذا هاند بس اوف ذا فام بسوري لوس اوف بونيشن. يبقى انت كل حاجه عارف معناها ايه. لوس اوف اوبوزيشن يبقى اكيد ميديان نيرف. لوس اوف بونيشن يبقى مين؟ ميديان نيرف. لوس اوف ادكشن اند ادكشن اوف ذا فينجر يبقى مين؟ النر نيرف. لوس اوف اكستنشن اوف ذا البو اكستنشن على طول يبقى انت ايه؟ ميديان نيرف. ممكن اقول لك الديفورميتي اقول لك في بارشا كلاو هاند يبقى مين؟ انا. طب قلت لك كومبليت كلاو هاند لا لور ران اوف ذا بريكيال بليبس. طب الوضع ده ابر ترانك اوف ذا بريكيال بليبس. طب بيست دروب ريديال نيرف اب لايك هاند ميديال نيرف. لونهم تاني يبقى اول حاجه كده مين؟ قلنا تمام وكده لور ترانك فين اللي هو ايه ابر ترانك تمام ويست دروب اللي هو ميديان نيرف اب لايك هاند ميديان نيرف تمام. يبقى كل حاجه الانديكيشن بتاعتها والسنسور سبلاي لو قلت لكم احفظوه زي اسمكم احفظوا. عندك اللاترال تو ثيرد اوف ذا بال بالميديان نيرف واللاترال 3 اند 5 فينجر يبقى ايه بالميديان. طب والميديان 1 ثيرد بالالنا ميديان 1 اند هاف بالالنا. نيجي للناحيه الدوس ميديال ثيرد وميديال 1 اند هاف النا بال واللاترال تو ثيرد واللاترال 3 اند هاف ميديال نيرف. يبقى الالنا واخد الميديال كله انتيريو بوستيريو والميديال واخد ايه البوستيريو ميديان والميديان واخد الايه الانتيريو. دايما وابدا احط في دماغك كلمتين النا نيرف تعني ميديال وميديال نيرف غالبا تعني بوستيريو غالبا تمام. كل بيبقى فيه اكسبشن لكل حاجه صغيره لكن الاعم الايه ميديال يعني بوستيريور والنر يعني ايه ناحيه الميديال. فما تجيش بقى تقول لي الانر ناحيه الميديال يبقى الميديال كوتينيوس نيرف والارم والفوق ارم جاي من الانر نيرف. هي ميديال اي نعم بس دول جايين منين؟ من الميديال كورد اوف ريكيال بليكس. تمام يا جماعه اني كويشن في خطنا هذا او اي سؤال؟ ايوه